السلام عليكم. شوف بعدا غير باش نكملوا على القصه، البارح ملي نزلت هنا وطلعت للدار بقيت في الدار نهار كامل، ما خرجت من الدار نهائيا يعني حتى اليوم. اليوم سبحان الله شوف الجو كيفاش صبح، شوف البارح يعني الجو كيفاش كان، واليوم شوف الجو كيفاش صبح. اليوم الجو واعر، ما كاين لا شتاء لا والو، حيت دابا راه شهر 5 يعني هاد الشتاء هادي غير كدوز وصافي. الشتاء يعني كدوز يعني مثلا غضرب نص نهار ونص نهار الاخر يكون فيه الشمس. المهم الجو دابا الجو اليوم صباح مشمش، الجو صباح مزيان كما كتشوفوا هنايا، الجو صباح مزيان، الطبيعه واعره. انا غادي نوري لكم دابا، حنا خرجنا دابا عاد خرجنا من الدار، ولكن انا جيت لهنا غير نوري لكم واحد البلاصه اللي غادي نمشيو ليها. شاف غادي نوري لكم البلاصه اللي غادي نمشيو ليها، غادي نمشيو ليها دابا ان شاء الله، ما نبقاوش هنا نبقى نمشيو لواحد البلاصه واحده اخرى. انا نقلب لكم الكاميرا باش غتشوفوا البلاصه اللي غادي نمشيو ليها. شوف البلاصه اللي غادي نمشيو ليها هي هاد البلاصه هادي، هاد الجبل هذا، هاد الجبل الصغير ماشي داك الجبل الكبير، هاد الجبل هذا غنمشيو مور داك الجبل هذاك، هاد الجبل هذا اللي كيبان لكم هنا غنمشيو مور داك الجبل هذاك. هادشي كلشي غنديوكم معانا غتشوفوا كلشي ان شاء الله، ولكن ما غنمشيولوش على غنمشيوش على رجلينا بحال المره اخرى. هاد المره غادي نسرقوا الطوموبيل لهاد الراجل ديال اختي وغادي نمشيو نتمنى. المهم غادي هو ما كاينش هنا، غادي نهز الطوموبيل ديالو وغادي نمشيو لداك مور داك الجبل ان شاء الله بحول الله. المهم هادشي كلشي غتشوفوه، غير خليكم معنا. احنا دابا وصلنا لذاك البلايصه اللي وريت لكم قبيله، يعني داك الجبل اللي وريت لكم ملي كنت في هذيك الدار الاخرى، قلت لكم غادي نمشيو مورا داك الجبل، راه هو اللي وريت لكم عاد دابا. دابا راه جينا لتما، وهذه هي الطوموبيل اللي جينا بها كما كتشوفوا، يعني هذه هي الطوموبيل نوع 4x4 2800. المهم دابا احنا هنا عند شي عائله، هنا كنحيو معاهم صلة الرحيم وجينا نزورهم بما ان احنا كاينين هنا. دونك هذه هي البلاصه اللي كاينه اللي كاين فيها، وهذه هي المنطقه اللي كاين فيها هما. شوف هنا عاوتاني منظر واحد اخر، شوف كما كتشوفوا الجبال معنا لهيه، يعني كاين تما الجبال والطبيعه عاوتاني كما كتشوفوا يعني هنا. السلام عليكم. يعني جئتكم الآن إلا أقول لكم شيئا ما، صدقوني إن قلت لكم أول مرة أقوم بسياقة هذا النوع من السيارة وفي هذا النوع من الطريق. يعني هذه الطريق ليست سهلة بل صعبة جدا، ويعني لأول مرة أقوم بسياقة هذا النوع من السيارة في هذا النوع من الطريق. يعني سبق لي وقمت بسياقة عديد من السيارات، لكن في طريق جيدة وفي طريق يعني في طريق عادي لطريق السيارات العادي في المدينة أو في طريق، المهم في طريق عادية، لكن في
مثل هذا النوع من الطريق لن أقوم بسياقة أي سيارة في مثل هذه الطريق، وهذا لأول مرة، وسأترك هذا الفيديو يعني مخلد كتذكير لي كلما يعني رأيته سأقول أنا أستطيع أن أفعل أي شيء عندما قمت بسياقة هذه السيارة في هذا الطريق، أستطيع أن أسوق في كل مكان. المهم أشارك معكم كل ما أمر منه لنكمل هذا التسجيل ونرى ما بعده.
شوف اذا راه حتى راه كنديبلاصاو من بلاصه لبلاصه، ما كنقدرش نصور لكم لي زيدي طيب بالتفصيل حيت ما كاينش بوحدي، راه معايا العائله الاهل. والمهم كنحاول نلخص لكم هاد اللقطات هادو. شوف عاوتاني هنا من دار واحد اخر، شوف كيفاش كتبان لكم هنا الدنيا، كاين داك الجبل هي، كاين هاد الشجر هنا. المهم هنا السكنه بصراحه ما شاء الله، والناس ديال هذه المنطقه هذه حتى هما ما شاء الله والله العظيم يعني كيرحبوا بك، كيكبروا بك. المهم تجي لعند هاد الناس هادو ما تسخاش، يعني عندهم واحد عندهم الضيف شي حاجه كبيره انهم يجي لعندهم الضيف وهذا، فهمتي؟ المهم واخا كتشوفوا المنطقه دايره هكا ولادي، والله العظيم الى هنا واحد الراحه النفسيه، واحد السكات، واحد الطمانينه، يعني ما يعني انا ما كرهتش نكون ساكن هنا. المهم كما كتشوفوا معنا راح كنديبلاصيو من بلاصه لبلاصه، حيت كما قلت لكم عندنا طروبين، مشينا زورنا بها العائله في مكان هنا، شي واحد راه مشينا زورناه وقريب غادي يرجعوا حنا ان شاء الله بحول الله. المهم خليكم مع الطبيعه ورجعوا لكم من بعد. رجعنا لكم هنا، ودابا رجعنا لكم، غادي نمشيو لهاد الدار هذه اللي كتشوفوا هنا. هاد الدار هذه يعني هاد ابن العائله، غادي نمشيو لعندو. عرض لنا من اجل الفطور، حيت دابا تفصيلنا عن اذان المغرب 10 دقائق، درنا له مفاجاه وغادي نجيو عندو، غادي نفطروا معاه ان شاء الله اليوم. وهذا البربر هذا يعني كنوجه له تحيه وكنقول له شكرا لك بزاف على الاستضافه ديالك وعلى العرض اللي عرضتي لنا. المهم كان الفطور واعر بزاف، وشكرا على كل ما قدمتيه لنا. المهم كنبغي نشكرك، نعاود نشكرك من هذا المنبر هذا اذا كنت كتفرج في الفيديو، شكرا لك بزاف. دوزنا معاه الليله ما زوينه بزاف، والمهم شكرا بزاف، حيت كما قلت لكم هاد الناس هادو راه كيكرموا الضيف لواحد الدرجه كبيره بزاف، وكيعجبهم الحال بزاف، حيت كيمشي عندهم شي واحد وما كيسخاوش يتلقوا ليه، ماشي فحال مثلا في شي مناطق ولا في شي بلايص، يعني كيجي عندك شي حد يعني دغيا ربما كيمل منه ولا هادو، لا يعني كيبغيو يقولوا لك بقى معنا 3 ايام 4 ايام 5 ايام، غير بقى معنا تما وصافي، فهمتي؟ كيعجبهم الضيف بزاف وكيكرموه. وكنعاود نشكرك جزيل الشكر على الضيافه ديالك.